السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الوحش أندي ديلور، وين خطف لقب جديد، وين يواصل مهاجم نادي مونبيلي حصد جوائز شخصية في فرنسا، حيث اختير الدولي الجزائري أفضل لاعب في ناديه للشهر ديسمبر الجاري، وذلك أيام قليلة قبل اختياره أفضل لاعب في البطولة الفرنسية لنفس الشهر. ويعيش اللاعب شوف على بالك بلي حنايا عندنا قناة اللي هنا تعار كي سماتها عشان نقولوا الغجاري المكسيكي، تشوف كيفاش وين يعيش الدولي الجزائري أفضل موسم على الإطلاق، وهذا بعد نجاحه في تسجيل 8 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة، خاصة الهدف الذي سجله أمام ليل بضرب بمقصية عالمية. لعب هذا وين جاي في صمت خدمة عامل. حنا البارح لعبوا خلينا مانيش كاين اللي قالوا لي انت ضد، يا ودي ماناش ضدهم، انا ضد هذا الاعلام الخبيث، ضد الاعلام تاعنا الخبيث. على بالك يديروا في اشهار القاطر كان قاطر، مانيش باغي هذه الهضره والله ماني باغيها. صح اللعبة تاعنا من المهمة بصح قاطر انا ما ندير ليش انا اشهر القاطر انا يا مباراة وعلى الساعة الرابعة وقلايلي مع بونجاح ولعب قاطر قلايلي وسد بونجاح والهضرة اكثر من اللعب. يعني نقولوا نعاودوا كوتسيزو واحد تاع اللي داره كوتسيزو اللي داره ديلور يعاود اللعابة اللي بيت تاع الجزائريين اللي مركون في تونس ويمركون في الخليج كاع كيما داروا يعاودهم كاع المركاونا يا جماعة. هذوك نعاودو نولو بنادم هارب من الزمان يعاود يولي الزمان ولا أنا نقولو بلي نيفو ليا ولازم نيفو أصاحبي، لازم لك نيفو هذا بلاي نتا هذا ديلو راه يلعب لك بالنيفو هذا يلعب لك باقي محاسبين بلاي يلعب قرد. الناس هي تتعب باش توصل له، الناس مشاي تلعب، الناس مشاي تصور السمش كاينة والبحر كاين والبابير كاين ويتصور ولي الشورت وصوالع وكل شيء. الناس هي تخدم أصاحبي، الناس في المشتري تخدم، ناس تخدم ما يتخدم تروح ديلور ما حبش تروح عند في واسط بالرحمه راه يخدم يخمم كيفاش يعاودي يولي. ناس تخدم صاحبي، ناس مش جات، ناس مش عواسه، ناس ما مش عوسوا. والله العظيم ديبوا كان تشوف كيفاش يا ودي نور الشيطان بلاي اللي خلوه مزيه اللي عاود ولا بلاي اللي مزيه اللي عاود ولا خلو 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 عم ياكلوا الكسرة، خلوهم ياكلوا الكسرة، خلو الناس تاكل الكسرة. ماش نقولوا بلي طردوهم ليك الناس، لا كاع نحتاجوهم. بصح كي نهدر على ديلور ما تجيش تقول لي بونجاح، لا ديلور خير من بونجاح، هذا منتخب وطني، هذا ماشي منتخب تبريد. اللي باغي يلعب يهودي يلعب مع الرادف مع الايفا، راهم يلعبوا الايفا الايديسات يعاود يولي مع يولي عند 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 زاتشي يلعب عنده. لا منتخب وطني هذاك تاع الشعب، الشعب يحكم فيه، لازم له النيفو العالي، لازم له النيفو العالي المستوى الاول. قلت ما يروحون يلعبوا كوب دي موند لازم مستوى، باش تقول لي مستوى متوسط ما توصلش. الناس خاطر غادي يجيبوا لك لعاب البلدان الاوروبيه والامريكيه يجي يختار لك التشكيله، يعني اللعاب المستوى يوزنه يوزن له يركبه فوق يحط له المستوى تاعو فوق الميزان. هذا كيصير فيه 10 كيلو ذاك فيه 9 كيلو يقولوا لا ندي تاع 10 كيلو. انتوما هنا الصحابه تدمروا اي لاعبين بزاف تاعنا الجزائريين يلعبوا في قطر، بصح ما تردوا الناس قطر خير من انجليز ولا قطر خير من طليان ولا خير من الالمان ولا خير من اسبانيا. انا شويكم فضحتوا على بالك، ها حشموا شويه. كاين الناس اليوم يتبع كل حياته كامله يتبع الشامبيونات تاع طليان يموت عليها يتبعها. نعرف انا ناس يا ودي عندهم تاريخ تاع الانديه تاع ليفربول تاع الاخرين، عندهم ان تاريخ يتبعها مكان زعقه. كاين اللي يتبع الشامبيونات تاع
تاع اسبانيا كان يتبع بايرن ميونخ تيبه من السبعينات يتبع لك بايرن ميونخ. كان اللي نعرفهم يتبعوا بوكا جينيور يموت عليها. جاي نتايا تهضر لي على قاطر غيامس كانوا لي ستاد تاعهم دايرينهم تاع السباق للجمال. جاي نتايا غيبانه تعلم جوج حروف كثر جا عندكم الحظ جيتو في الجزائر وليتو علينا صحافه باش تردوا لنا قاطر انتوما مالكم قاطر باش تنظم كاس العالم. قاطر تمدت الرشوه باش طاوها على بالك استمدت الدراهم باش تنظم كاس العالم اكثر يا خويا قد ما يبنوا دوله واحده اخرى الدراهم اللي مدوهم باش ينظموا كاس العالم قد ما يبنوا دوله واحده اخرى يروحوا يشروا على حساب دولتهم في غابه امازون يبنوا دوله يبنوها في غابه امازون يسموها قاطر 2 يديروها قاطر 2 تشمدوا دراهم جاي انت يا بيت تطلع منا واي بلاكم مخلوعين هرم تاعك تاع الامارات ولا عاير فينا خاصكم مخلوعين قاطر القطري معسد والله ما تجي كاع بنادم يتفرج تشيلسي ليفربول تدخل لك كيما هكا تقول شوف شنو كاتبين الصحافه تاعو تصيب قاطر انت كيما هكاك داير راك داير تشيلسي ليفربول تدلك مباراه في القمه قاطر القطري وين تعلمتو من على زدتو عليه والله العظيم على قريتو عليه هاو انت خلي هراوي راه ديلور ما تجيش تقول لي بلي كاين احسن من ديلور قال لك لا واش راه يقدم تشافي قال لك بالله يا ودي يا شيطان ها تشافي كون جا عنده صح هذوك اللاعبين اللي يلعبوا عنده خطره قال لهم تشافي قال بلي بونجا احسن مهاجم في العالم هدي 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 نفرحوا بك روح دخلوا لاوروبا هاو هنا كانت لينا تعجاونا عروض ما بغيناش نروحوا عاودي امريكا ولا تاع كانوا عندي عروض في اوروبا ما بغيناش نروحوا وين عروض ورينا عروض هذو ورونا لما يقولك بغاو يعطوه ملايير وما قبلش ورينا شكون اللي بغى يعطيه ملايير هذا ورينا شكون اللي بغى يعطيه ملايير شيك بلون قالوا له عليك شيك بلون سني كيما وري لي انا شيك بلون هذا شكون هذه الدوله شكون هذا الاتحاد اللي يهدر شكون هذا الاتحاديه تاع الدوله اللي هضرت قال بلي شيك بلون وروحوا عن رواحنا هاو نعرفوكم بلي راكم تكذبوا بصح دي فوا ما نبوش بصح لا انا باش تقول لي كومونتي تقول لي لا ديلور بونجاح خير منه لا بونجاح ما كان والو انا من نشوف ديلور بونجاح ما كاش حاليا نطلع ما كان لا من لا ملي واحد قال لي مكسيكيا او مكسيكيا راه يلعب لك فرحك هو يفرحك مكسيكيا او مبولا يبان لك من الانغولا ها يا بيتا بن ناصر فاني بن ناصر تاعك تاول اوكس دا ميراك اوكس دا تاعك تاول ها يا هدرو ها يا طايحين هاكا غي باطل ول لا راهم رانا نصفقوا عليهم رانا فرحانين خلونا رانا نصفقوا عليهم هذا منتخب انا بيا الجزائر خاطر غادي يقول لك الجزائر بطل افريقيا الجزائر بطل افريقيا ما يقول لا فلان لا فلان حنا نقعد هذوك اللعابه ولا لونترينير صنع التاريخ يقعدوا مذكورين هذه هي بصح هي كي تروتي بطل الجزائر بطل افريقيا لنسخه 2019 هذه هي انا كي نروح لكوب ديمون الجزائر مين يحسبوا ليش يبغى رايح حارب خطرات وكي نروح ذي الخطره خمس خطرات يقول لك راحوا لي فات 2014 راحوا الدوزيام تور هذو جاور وصلوا المربع الذهبي يا ودي المربع الذهبي راك شقف هاكا نقول لكم شقفوني عليكو راسي دق دقوني نوصل للمربع الذهبي عليكو دق دقوني استرعوني تتكمل هذه هي هذه نورمال هاكي كيما هاكا صح واحد خاطر هذا قال بلي ديلور يتحصل جائزة ثانية واحد كاتب له قالوا شوف بصح شوف شوف دي شوف بونجاح على ماركي دي بونجاح ماركا 50 بونت لو العام اللي فات 2000
2018-2019 قلها ماركا 50 بوت، ماركا 50 بوت، ميسي ماركا 48 بوت، كاع البطولات تاع العالم. نورمالمون بونجاح احسن هداف 50 بوت، قلبوا حذاء الذهبي قالوا له لا التقييم جاي في اوروبا عليك ميسي، بونجاح ما طاوهش. ها شوف كيفاش التقييم عندهم غاديك عندهم موليها.